الا عطيتك 5000 درهم وقلت لك انت حر دير بها شنو ما بغيتي فاش غتصيفها فكر مزيان غتشري مايكار غادي تفتح بها تشري تليفون الا كانوا هادو هما الاجوبه اللي كيدوروا لك في دماغك وسير اخويا جيب لك شي كيكه اتاي ولا شي قهوه واجي ريح حدايا عندي لك واحد الهضره مهمه غادي تفيدك بزاف. كان واحد السيد سيدي سميتو روبرت عايش في ميريكان وكان كيمشي لواحد المدرسه فيها غير البرجوازيين هو مسكين دريويش على قد الحال ما كان مسكين كيفهم والو ومدهشر بداك البرجوازيه داك الفلوس اللي كيشوف وديما كيرجع عند با كيقول له با كيفاش غادي نقدر ندير فلوس لان السيد حتى هو باغي يعيش الحياه باغي يشري اللي يبغى باغي يتفتح بحال هادوك البرجوازيين اللي كيتفتحوا وكل مره كيقول ليه با خصك ولدي تقرا مزيان باش تجيب نقطه مزيانه باش تدخل لمدرسه واحده اخرى مزيانه وتخرج باحسن ديبلوم وتخدم احسن خدمه ديك الساعات غادي دير الفلوس وداك الهضره عمرها ما كانت كتدخل ليه لدماغه لان كيشوف با عنده الدكتوراه حتى هو كيتخلص الصالير مزيان ولكن كل شهر كيكملوا دائما غير بالكريدي وفي نفس الوقت كان عنده واحد صاحبه ميسورين لاباس عليهم عندهم طوموبيل واعره دار زوينه كل شيء زوين روبرت دار راسه مشى عند بال صاحبه وقال له شحال وانت كتقرا باش دير هذا الخير هذا كامل تبارك الله باين صاحبه صدمو ملي قال له انا خارج من الثانوي تصدم السيد يقول مع راسه علاش انا غنبقى نقرا ونحمق راسي فتالي هذا خارج من الثانوي ودير زباله ديال الفلوس قال له ديك اللعيبه ديال قول لي شنو درتي شنو كيفاش نقدر انا حتى انا ندير بحال هادشي ديال هو قال له باين صاحبه قال له اسمع مزيان وشوف اش كندير وتفرج شنو كندير مع هو كان ساكن غير حداهم كان دائما لاصق غير فيه باغي يتعلم منه باغي يفهم القالب كيفاش داير و30 عام بعد داكشي هذاك روبرت كايساكي واحد من اغنى الناس في العالم ومن اباطرات الاستثمار خصوصا في داكشي ديال العقار الكريبتو الجولد الذهب وكيحاول يعلم الناس الثقافه الماليه اللي ما كيعلموهاش في المدرسه واحد بحال روبرت كايساكي ما غاديش تقرا عليه في المدرسه الا الا تفرجتي في شي فيديو بحال هذا ولا لو وراه لك شي صاحبك ولا قال لك قرا لاب الغني لاب الفقير هادشي علاش هذا الفيديو مهم بزاف ويقدر يبدل لك حياتك الا تبعتي معايا حتى الاخر غادي ندير لك اعاده تكوين في اقل من 10 دقائق باش تفهم البلان ديال كيفاش الناس كيديروا الفلوس وكيوصلوا شي مستويات الخيال العلمي ولكن بلاتي 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 شنو العلاقه ديال هادشي ب 5000 درهم قبل ما نبدا ديروا داك راك عارف لايك اشتراك وداك الشيء هذا كامل بغيتي ما بغيتيش ماشي مشكل غير تفرج انا بغيت غير تستافد الا لاحظتي اول نوبه الناس كياخذوا الصالير ديالهم الاول كيبغيو يشريو الحوايج اللي ما عمرهم ما قدروا يشريوهم اللي كانوا كيحلموا بهم بحال الحوايج السيكان كاع داكشي هذاك اللي كانوا مساكن كيحلموا به وبينهم بين راسهم كيقولوا ماشي مشكل هذا غير الصالير الاول ديالي خليني نجازي راسي بعد عناء طويل انا كنقرا وعديت نخدم وداكشي هذا ولكن الصالير الثاني والثالث نفس الشيء كيوقع كيبقاو غاديين على نفس المنوال هادشي علاش اخي واختي لحقاش العقليه ديالهم الماليه ما مبنياش على الصح ملي كنكونوا صغار ديما عندنا حشومه تهضر على الفلوس حشومه تسول شي واحد شحال كيتخلص وصافي الا قلتي شي واحد راني باغي ندير الفلوس كتولي انت هو اللي ما مزيانش كتولي طماع وفلوس غير وسخ الدنيا وعلاش باغي دير الفلوس وهادي وهادي ما هي وما لونها وحتى في المدرسه ما كيعلموناش كيفاش نتعاملوا مع الفلوس ولا لاحظتي بزاف ديال الناس ما كيعرفوش يتعاملوا مع الفلوس لان الحوايج اللي ما كنتداولوش بهم وتنهضروا عليهم كل نهار ما تنقدروش نتعاملوا معاهم البلان كيفاش داير وهذا الشيء تعلمه روبرت كايساكي بعد ملي تلاقى باب الصديق ديالو اللي سماه الاب الغني غير حيت كيعرف يتعامل مع الفلوس والاب الحقيقي ديالو سماه الاب الفقير علاش لان عنده العقليه ديال الفقراء من ناحيه التعامل مع الفلوس ودابا اسمعني مزيان الا بغيتي تولي عندك العقليه ديال الاغنياء بزاف ديال الناس كيقولوا لك كان غير عندي الفلوس كوراني نقدر ندير وندير وندير ولكن في الصراحه الخوت هي ان الا عندك شويه ديال الفلوس وما عرفتيش تتعامل معها ما غاديش تعرف تتعامل مع بزاف ديال الفلوس بالعكس غادي تفرشخهم في البلاصه وهنا كيبان اول مبدا اللي كيهضر عليه روبرت كايساكي في الكتاب ديالو تيقول الا بغيتي توصل لشي حاجه تبع القدوه المناسبه بالنسبه لذاك الحاجه اللي باغي توصل لها يعني يكون عندك منتور هو في هذه الحاله اختار الاب الغني لانه كيعرف يتعامل مع الفلوس وكيدير داكشي ماشي غير يتعلم من شي كتاب ولا من شي حاجه كيدير داكشي الا بغيت مثلا نتعلم التسويق راه غادي نمشي نتعلمو مع شي واحد كيدير التسويق ماشي غير عند استاذ ديال التسويق اللي قرا شويه ديال الكتابه وتعلم شويه وهذا هو ما كيبراتيكيش داكشي اللي كيقراه واحد كيعطيك الهضره ديال الكتابه والاخر كيعطيك الصحيح اللاصق المفيد
جديد. فهمتي البلان كي داير ياك؟ وهذا الاب الغني كان دائما كيشجعو باش انه يطور راسو يبحث ويتعلم ويتقاتل ويغيرشيرشي حتى يلقى الحل. وملي كان كيدير شي حاجه زوينه كان معمر تيعطيه الفلوس، ما تيعطيهش الصالير. قال كان كيقول له الا عطيتك الصالير غادي تطيح في الفخ ديال الصالير ومعمرك ما غتخرج منه. وهذا الشيء كيوصلنا للمبدا الثاني اللي هو التحكم في الخوف والطمع. حيت ملي كيكون عندك واحد الصالير محدود كتخاف تدفعو دغيا وتلالك دغيا، كتولي داك الفلوس غير حاضن عليهم بحال اللي غيبيضوا لك. اما الا قال لك شي واحد شت شي بركه ودير بها شي مشروع كتكحل بالعمى. لحقاش علمونا الفلوس واحد الحاجه اللي قليله ولا مشات ما كتعاودش ترجع. شتي الا بقيتي كتفكر بحال هكا عمرك ما غادي تتقدم ولا تزيد القدام. ومن جهه اخرى الطمع واحد الحاجه اللي خايبه، ما كيخليكش تتحكم في فلوسك. واخا يكون عندك اللي كان ما كيجيكش داكشي كافي، ودائما خاصك كثر. الا بديتي كتربح مليون خاصك جوج المليون، الا ربحتي جوج خاصك 10 د المليون. يعني خاصك تتحكم في الخوف ديالك من ناحيه العلاقه ديالك مع الفلوس. وحاول تبدا تغامر باش تخرج من داك المنطقه ديال الراحه ديالك. مهمه هاد القضيه هادي. ما تطمعش بزاف، راه ماشي مشكل انك تكون امبيشس، غير خليك غادي وراك غتوصل ان شاء الله. وباش نرجعوا لذاك 5000 درهم، كيقول روبرت كيوساكي في الكتاب ديالو الاب الغني والاب الفقير، الطريقه الوحيده باش انك تقدر دير الفلوس وتولي غني هي الاستثمار. يعني بالعربيه ديال التعربت كما كيقولوا، كيفاش هاد الفلوس غادي تولد ليا فلوس واحد اخرين، كيفاش غادي نجيب بها فلوس واحد اخرين. ديما شوف بعيد وشوف في المدى الطويل. ما تخافش الا قالوا لك زقره، ما تديش على بنادم، بنادم غيداوي، راك عارف اللي كاين. هذيك العقليه ديال الموت وحده وي اونلي ليف وانس، يعني كتعيش عيتها وحده، وداك الشيء ديال اللي ليها ليها تبرع وعيش، وداك الشيء هذاك الشيء اللي خارج على عباد الله. كتلقى بنادم عايش عيشه ديال الملوك، هو ما عندوش الفلوس مسكين، من كريدي لكريدي بحال اللي راه غادي يموت غدا، وتيقول لك والله كبير. هذيك هي العقليه ديال الاب الفقير اللي كيبغي غير شي غير شي. وهنا كيوضح لنا روبرت كيوساكي الفرق في الحوايج اللي نقدروا نحطوا فيهم فلوسنا، بين الحوايج مثلا اللي لحطينا فيهم فلوسنا كيرجعوا لينا بالنفع وكيولدوا لنا فلوس واحد اخرين. يعني مثلا الا شرينا طوموبيل ب 20 مليون، صافي راه شرينا طوموبيل ب 20 مليون مشات لنا فلوسنا، واش غادي تولد لنا داك الطوموبيل الفلوس؟ لا، الا لا درناها لوكاسيون داكشي. يعني بدل ما تشري طوموبيل ب 20 مليون وتخسر عليها المازوط ولا ليسونس لاسيورونس لا فيزيت وكاع داكشي هذا كامل، شري بارطما ولا استثمر في مشروع غادي يعود عليك بالنفع من بعد. البارطما الا كريتيها غادي تبدا تخلص لك كل شهر، ولا استثمرتي في مشروع وبنيتيه مزيان غادي يبدا يعود عليك بالنفع، يجيب لك الفلوس كل شهر، وهادشي بلا ما دير حتى شي حاجه وتكون ضامن فلوسك. ورابع مبدا اللي عارفه ما غاديش يعجبك اللي هو مايند يور بزنس. روبرت كيوساكي كيقول لك الطريقه الوحيده باش دير الثروه هي انك دير البيزنس ديالك. وتا شي واحد ما كيدير لاباس هو خدام مع الناس. يعني تقدر تخدم مع الناس ودير شي حاجه اون ذا سايد، يكون عندك سايد انكم، يكون عندك باسيف انكم، ولكن باش تخدم غير مع الناس وتقول بلي غتولي لاباس راك غير كتحلم. لان ملي كتكون خدام غير مع الناس داكشي اللي كتربحو كتخسرو في البلاصه بدون مناقشه. حاول كل مره تجمع شويه بشويه، هبط من المستوى المعيشي ديالك باش تسيفي باش تقدر تستثمر داك الفلوس هادو. كاين بزاف ديال الطرق، خاصك غير تقاتل. كاين اللي غادي يقول لي انا كنجيبها قدام لاصقه، كي غادي ندير مع الموط والماكله والكرا وداكشي هذاك. تحاول تعلم شي سكيل، شي مهاره، دير فايفر. راه كنشرحو فايفر، كنشرحو ماتش با امازون، كنشرحو كي دي بي، كنشرحو كيفاش تقدر دير الفلوس. بقاش تقول لي نبقى معول غير على الصالح، الناس راه كيديروا الفلوس، غير انت اللي باغي غير تبقى جالس وتسنى الفلوس تطيح من السماء بحال الشتا. راه الفلوس بحال داك الزرع اللي كتزرعو، كتحرتي عليه، كتقاتل عليه، كتسقيه باش في الاخر كتحصدوا. وكما قلت لكم حاولوا ديروا شي بيزنس ولا شي سايد انكم، سايد هاسل، باسيف انكم، اللي غادي تبقاو تكبروه شويه بشويه باش اون فوا يفوت شحال ديال الفلوس كتخلصوا، غادي تقدروا تخرجوا من الخدمه ديالكم وتزيدوا تكبروا داك البيزنس هذاك اللي كنتو دايرين اون ذا سايد، غادي يولي هو المين بيزنس ديالك وتزيد تطوروا، وهكا غادي دير لاباس. هذه هي لا شونس الوحيده اللي عندك. ولكن ما تخرجش من الخدمه قبل ما دير هذا الشيء، لا بدا يكون عندك شي حاجه في الجنب اللي غتعول عليها، ماشي غير تخرج وتقول انا خرجت من الخدمه غنبدا دابا الخدمه في الانترنت. لا، دابا اجي نمشيو للنقطه اللي موراها واللي مهمه بزاف. الا ما ضبطتيهاش راه ما درتي والو.
اللي هي الثقافة المالية. حل معايا ودنيك مزيان، خصك تقرا ما أمكن على كيفاش تتعامل مع الفلوس، تفرج فيديوهات، سمع روبرت كايساكي راه واعر في هذا الدومين بزاف. حاول تحاسب مع راسك شحال داخل شحال خارج، حاول دير بودجي وشنو درتي بداك الفلوس هذوك، واش مشاو فشي حاجة اللي مفيدة ولا غير في التخربيق. داك التخربيق هذاك حاول تحيدو ولا نقص منه مزيان. قرا القانون المالي، قرا المحاسبة، المهم اللي طاح حداك طحنو. كلشي راه غادي تحتاجو، ما احتاجيتيهش دابا غادي تحتاجو من بعد. شنو اللي احسن، تضبط امورك ونهار تحتاج شي حاجه تلقاها واجده حداك، ولا حتى طيح مع راساتك عاد ضربك القلبه وتقول خاصني نتعلم باش نخرج من هذه المعمعه هذه. بغيت نبارطاجي معكم الخوت هاد الافكار اللي كاينين في هذا الكتاب ديال الاب الغني الاب الفقير ولا ريتش داد بو داد، اللي انا تنطبقهم في الحياه اليوميه ديالي. كنقول لكم شنو كندير هنا، وهذا الشيء راه بعجاله اللي بغى يفهم مزيان على هذا الكونسيبت هذا ولا على هذه الثقافه الماليه وهذا الشيء هذا كامل، يقرا الكتاب ديال الاب الغني الاب الفقير، يتفرج في روبرت كايساكي، يتفرج في الناس اللي كيهضروا على الثقافه الماليه، غادي تستافدوا بزاف. ونتمنى الخوت تطبقوا هذا الشيء، على الاقل تنوروا عقولكم شويه باش تعرفوا ان راه كاين واحد الحاجه واحده اخرى كاينه اللي ما معروفاش اللي ما كيقريوها الناس، باش كل شيء يزيد للقدام ان شاء الله. الا عندكم شي سؤال معين ولا بغيتوا نهضر على شي موضوع معين، كتبوا لي تحت في الكومنت باش كل شيء سافدي ان شاء الله. ومحدك هنايا دير واحد لايك سبسكرايب داك الشيء هذا كامل اللي كيزقال، ونشوفكم فيديو الجاي ان شاء الله.